السلام عليكم أصدقائي، مقطع جديد. مقطع اليوم رح يكون عبارة عن طريقة الحصول على الباقات الجديدة تبع هذا التحديث. أول شيء حطوا لايك، اشتركوا بالقناة، وبس بحبكم. يلا يلا فجروا هذا الفيديو لايكات، ومن جد تفاعل تبعكم مو كثير يعني زي اللي كان قاعد عم ينقص التفاعل، فهذا أنا كمان يعني أنا عارف إنه عندكم مدرسة، بس يعني الناس اللي بتشاهد الحين الفيديو، لأنه أنا كمان عندي مدرسة، اللي بتشاهد الحين يعني الفيديو ليش ما تنشر الفيديو مع أصدقائها، ويعني مشان حتى إذا ما كانوا يعرفوا PKXD يصيروا يعرفوا PKXD ويلعبوها يعني، وهيك كمان يدخلوا عالم PKXD. طبعاً امبارح فتحت البيضة، ويعني كيف ما قلت لكم انه بيطلع فيها جميع حيوانات، تحديثات طلع لي هذا الحيوان الكيوت. رح يلا خلونا نبدا بالفيديو. حابب اوضح لكم شغله، انه في هذيك البيضه يعني تبع هذه الحين للناس اللي بتقول انه ليش ما صار يعني انه يمكن هيك، البيضه ما راحت بس لحتى يخلص الوقت وبعدين راح تصير. اوكي اجوا بعض المتابعين، اهلا اهلا اهلا، نورتوا الفيديو. اوكي يلا اول شيء نشوف الباقة شو اللي فيها. اول شيء في هون كتير باقات، في هذه باقة تبع هيك تبع الدكتور، هذه هي، شوفوا فيها يعني ركزوا منيح، هذول ملابسهم اللي فيها كمان، وهذه تبع الطبخ شوفوا هذه، وهذه كمان شوفوا الأتات اللي فيها تبعية البيت. رح تسألني كيف رح أحصل عليها مجانا أو بفلوس اللعبة، شوف هذا مثلا، وبعدين فيها تبع العالم. أوكي بس هذول اللي فيه باقات، بس هذول رح أعلمك كيف تحصل عليهم. أوكي يلا، أول شيء الملابس رح يكونوا هون بس بفلوس، ياب شوفوا هون زيهم بالضبط، اصلا PKX يعني هيك سوت للناس اللي بدها يعني انه تشتريها بس بفلوس تبعية اللعبة او بجواهر. احنا اكيد رح نبغى بجواهر، فاشتروا يعني هيك بجواهر، لحقوا في هذه اذا ما بدكن. طبعا هذه تبعية العالم، هذه تبعية الدكتور، شفتوا جايز يعني نفسهم اصلا ما عندهم يعني هيك قوة، فنفسهم يعني شوفوا هذه كمان تبعية الطبخ هيك، وكمان القبعة شفتوا هذه، في هذه كمان ما رح اشتريها، رح اشتريها يعني لسه، وهذه بس 25 جوهرين، لا عنده جواهر يشتريها اذا بده يعني، بس 25 جواهر، وهذه شوفوا بس ليد واحدة، وهذه طبعا نفسهم جايز يعني ما في ولا اختلاف، نفسهم PKXD سوت هيك منشان يعني اذا احنا بدنا او لا. شوفوا هذه نفسها تبعية الطبخ او الطهي، وهذه كمان تبعية العالم، والنظارات نظارات في هذول، هذا كمان تبعية العالم، بس انا راح ارجع هذول اللي لابسهم، هذه تبعية العالم، هذا تبعية الدكتور. الطباخ ما عنده، يب اعتقد ما عنده، وهون المحفظة فيه بس واحدة، شوفوا هذه تبعية 25 جوهرة، ما لها مهمة، اللي بده يشتريها يب. فالحين رح نشوف الأثاث يب يعني في، والأثاث بعدين. اوكي وين الأثاث رح يكون بالبيت، هو زيه جايز يعني نفسه راح اعلمكم كيف. طبعا يمكن هاي المعلومات في حد يعرفها يمكن حد ما يعرفها، تروحوا هون شوفوا هون وين هون هي بتلاقوها، شوفوا نفس الاثاث جايز، شوفوا هون في هاي نفسهم 250 كوين 500 كوين 600 كوين 700 كوين 800 كوين، هذا الكرسي وهذه 800 كوين، وهذا يعني الكرسي اللي على شكل بطيخة
على 800 كوين وهذه 900 كوين وهذه 900 كوين وهذه 1000 كوين وهذه 1000 وهذه 1000 2000 2000 2000 وهذول اللي وراهم يعني بس بجواهر. يعني اذا بدكم اشتروهم 20 مجوهرة 20 20 30 30 40 50 50 60 فيعني هذول بس الاثاث اللي فيه اصلا في الباقي يعني انتوا راح تحصلوا عليهم بس بفلوس يعني فلوس قليلة يب جايز يعني بس شوية فلوس سو يعني والبيضة يعني زي ما قلت لكم انه يعني كيف راح تحصلوا عليها يعني اوكي يعني كيف راح تحصلوا عليها او ثاني شيء انا ما حكيت عليه بالقناة انه شوفوا جايز انه هون صار شوفوا البيوت بس بجواهر هذا البيت هو ارخص بيت يعني ما انه معروض لفوق فبدي اقول لكم يا اهل اللي عنده جواهر يشتريه يلحق 150 مجوهرة بس شوفوا هذول يعني كلهم لسه اوكي يعني شركة بيكي اكس دي عملتنا هيك كتير كتير اوكي وبس هذا يعني لسه في شجرات واشياء نسيت احكيها لكم اللي بتكون يعني برا البيت طبعا رح اعلمكم كيف تحصلوا عليها يعني كمان يعني شجرة العقل او المخ مدري شو هذاك طبعا هون في هذول هم اللي حكينا عنهم هذه تبع 500 500 500 1000 20 60 يعني وبعدين شوفي هذا لا ما في وهذا شوفوا جايز في هذه ب 500 كوين 20 80 بس يعني ثلاثه في وهون صبغه ما في صبغه جديده اصلا ما في الباقه وهون هذه تبعي سالبري في هذه هذه 150 مجوهرة يعني بدون ما تشتروهم ما عندها فايده فاذا اللي بده يشتريها عادي يشتريها هذه 30 مجوهرة وهذه 20 مجوهرة وهذه 2500 كوين بس تبعت الدكتور هذا اوكي اللي بده يشتريها يشتريها وهذه تبعت شو تبع العقل يا هذه الشجرة اللي كتير حلوة تبعت المخ عفوا 5000 كوين بس فهذا الشيء هو اللي كان بدي اوضح لكم اياه للناس يعني بشوف كتير ناس بتقول يعني كيف انا رح احصل على الباقه والله ظلم هذا حرام ليش فبس كان هذا هو فيديو اليوم واللي كان بدي اوضح لكم اياه فلا تنسوا تحطوا لي لايكات كثيره وتشتركوا بالقناه وبس بحبكم ويلا مع السلامه.